اوكي يا جماعه، نزلنا لتحت على ريسبشن وصلنا ظرف مهم الى غيث وساره مع 3 قلوب. هاي قلوب انا عبوش هدول قلوب بس لا مهم، في تحت خطين يعني كثير مهم. خلينا نشوف. اوكي رساله. الرساله: لقد تم التبرع بمبلغ 10 اهلا غيث وساره، نورت السعودي. والله انت اللي نورتي، انا من محبينكم ومتابعين. او ماي جاد، ممكن تقراها؟ متابعينكم سيد كاتبه انا احبكم مره كثير، وانا فاتحه لي مشروع صغير، اذا ما عليك امر تنزل رابط المت. والله لنزل لك sala.sa. هلا بحطهم. هذا حساب المتجر تيك توك. اوكي ليتس هاف فن. شكرا لكم مره كثير. مره كثير. الا شد انتباهي غراما غيرت طباعي. مساء الخير، كيفكم؟ شو الاخبار؟ من اول ما جينا على الاوتيل او من اول ما فينا من النوم ونحن عم نكتشف انه في ناس كثير قاعدين بهالاوتيل. اوكي، ف لا تقلي شفت يومي. لا مين؟ لا تقلي شفت يومي. يومي؟ شفت يومي ولا هاندي؟ لا ما شفته، بس كنت جاي احكي على الموضوع، بس انت قربتي. المهم من اول ما صاروا فائت وقاعده بتكتشف ناس. اوكي، ف خلص علقت، صار بدها تشوفهم. فهلا ساره لك وين قاعده؟ بالريسبشن. بدي اشوف هاندي او يومي، يعني واحدة منهم. المشكله يعني بستحي اي تكست يومي، بس هاندي كيف بدي اوصل له؟ يعني هاندي يعني احكي تركي. ايه حبيبي، مالك لا هاندي اشكم. خلص سنيس بيورم. موضوع هاندي خليه علي. لا شوفيني جانا. والله عاش حالي بدبي. هلا برو، شوفوا وين ما نروح، وين ما نروح، قطر موجود، سعودية موجود، كل مكان موجود. يحيى رمنيانا. هلا أهلا وغلا فيكم. من جدك؟ رحبتونا هنا في الرياض. الحين بنحرق، بنسير شارع التحلية إن شاء الله. الله أيوة، أرحبوا. مرة حلو. شو قلتي لي هلا؟ انا ضروري نروح، ما فينا هيك انه نستنى شوي بركي بتنزل. ما بتعرف هاندي؟ مين هاندي؟ ممثل التركية. تركيش؟ لا اكيد لما تشوفها حتعرفها، يعني انا ما بحضر مسلسلاتها، بس يعني هلا يمكن يعني كمان من المعجبين. ورجيني. هاي اجمل مخلوق على وجه الارض. لا في احلى. في احلى، وما فيني اقول الاسم لانه الاسم عربي. يا ريت ما فيني اقول الاسم. مين؟ طب قل لي. طيب وشوشني عشان شوف ردة فعل. لا لا يعني هاندي لما يعني انا خلص انا بزبط لك الموضوع. تعال كيف بدك تزبط لي الموضوع؟ تعال كيف يعني بتحكي معه انت؟ مش بدك انت تشوفيها؟ ايه خلص خلص الموضوع عليه. كيف بقول والله لك بوثق فيك انا، ما دونت بريك ذا تراست، انا بوثق فيك. فاذا لا مشان ما تحمسني على الفاضي شت. اوكي ماشي. مره الموضوع جدي ترى، مره جدي. مره تفضلي. طبعا ايدي جاي سيارته على السعودية. ايوة عاش والله اللبس السعودي. هذا لبس سعودي صح؟ انا ما بعرف اذا لبس سعودي، بس انا بلبس عباية. هو لبس الخليجي يعتبر صح؟ لبس خليجي. اخذته من رفيقتي. حلو جميل. طبعا قبل ما يصير بس هجوم، اخذتي من رفيقتك؟ يعني لا من محل رفيقتي. يعني من محل رفيقتها. رفيقتي عندها محل عبايات وانه أيوة. كفتان. والله صراحه انا اول ما شفتهم قلت لها ساره لازم تجيب منهم، كثير حلوين. فعندها اكثر من اوبشن. ففي هلا بعد شوي انت نزلت اللوك. الحق بسرعه نزلي. ما حتنزلكم اللوكي، اعملوا حالكم شايفين. ماشي اجي، وين حتاخذنا؟ مين باخذك التحلية؟ هي التحلية العليا، منطقة العليا. سيارة شفروليه شكلها هون بنات. سيارة شفروليه. ايه ما قصدي سيارة شفروليه صح؟ شفروليه؟
معلش ما ارتي دعايات يعني والله هلا اذا بتشوف نملي طالع سيارتين النملي جاي تصور سيارتين بيب لي بيب انا حاسه اوه بدك نستنى نشوف اي بس شوي اوكي شوفي شو رح اعمل طب هاندي حتركب مثلا اجر هون اجر هونيك يعني بصف السياره جنب شيفرلي بالغلط تفوت على سياره ادي شوفي رح صفر هل تركب معك صف هون والله نحن شكلنا حنقضيها في الاوتيل يعني وصف كذا ايوه حط رجلك كذا وحط الثانيه كذا وسوي براسك كذا وبربس بربس الحين عندك كذا فيو شمالي حق الاوتيل حق الاوتيل مره شوفين اللي طالع واللي داخل مره ايوه ايوه علمها كم كلمه زياده بس غير ايوه ومره ولا طيب ايوه مره قولي يلا حيهم الله حي. لا يلا حيهم بس لا في كلمات بيحكوها الشباب في كلمات بيحكوها بنات غير بتفرق صح هون ما مش مثل نفس الشيء اوكي يعني كيفك كيفك اوكي اخبارك اخبارك بس انه اخبارك اخبارك كيفك 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 ايه كيفك كيفك ايوه هاندي انت مره حلوه هاندي يا شلون اللي يبرم يوك يوك هاندي هي هاندي ولا هوندا هاندي لا هاندي هي كيا هاندي كيا ريو ولا سيراتو سيراتو سيارته ولا سيارتي؟ بس خلوا على اسمه يعني ولا شو؟ عادي ما هنشوفه لما نشوفه خلاص نصير نحبها زيادة. لا لا لا. حاول ركز يعني هي يا يومي رح تنزل يا هاندي رح تنزل. خلاص يعني بالأوتيل كله في. استنى نشوف. تنزل واحدة منهم والله بيكون حظك نار. يا رب. والله. طب أنا عندي فكرة. شو؟ ما بدي أشوف حدا في الأوتيل يعني حتى أنا ما بدي أشوفني بدي أشوف. لا. طب أنا عندي فكرة. الله لا. حركنا يا جماعة. خلاص أهلك لا ما نزلت تخيل عن جد بس نحرك هلا تنزل السوري والله تكتب يا شباب نبي قرم انه نزلت لتحت يو لا والله ما بعرف صراحه انا بس بعرف شكله فالمهم هلا رايحين ناكل في شارع التحليه هاي اغنيه سعوديه ايوه حط ماجد المهندس بحس بتلبق الله حرقت أم لك على الستوري على كل شيء بعدين وين شعري طاير صار من هون ببلش ايش ارجع لكم شو شو اسمه شو اسم الشارع شارع التحلية منطقة العليا شارع التحلية منطقة العليا ايوه ايوه اوه فايف جايز تعالوا ناكل لا جايين من دبي ناكل فايف جايز طيب وين حتاخذنا ناكل مثلا ادي شو تبون جعبان لي رز رز؟ ايه كبسة or something كبسة I don't know ومندي وهدول كبسة ومندي وهيك ايه طيب هل نشوف قدام شو موجود معناته الله جو هون مو طبيعي شو حلو خلي الناس يقولوا لي طيب ايه طبعا جد خبروني وين نروح شو في مطاعم طيبة وين نحن بأي مكان التحلية منطقة العليا عطونا معكم 5 دقايق عشان ما نموت من الجوع اكزاكتلي معكم 5 دقايق رح نموت من الجوع لأنه أنا كتير جوعانة مو أكل شيء من الصبح لا أنا ولا غيث بعرف إذا أدي أكل لا 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 كلياتنا 5 دقايق بتكون تحكولي وين نروح ناكل